محافظة بغداد. زين وجيت زين على العتبة زين قالوا كوادر أطباء عراقيين سوريين لبنانيين. فأنا جريح يعني حاليا والحمد لله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والناحية العتبة ما مقصرة للمواطنين. زين وأريد الله سبحانه وتعالى يعني يوفق الكادر إن شاء الله بقوة الله سبحانه وتعالى وبركة الله والحسين والبيت. زين أريد الله سبحانه وتعالى يشافينا وبركة الحسين إن شاء الله. زين وبعد يعني قلت هي بقت يم الله ويمهم إن شاء الله وما يقصرون. تعامل من هذا الحمد لله جيد يعني استقبال حلو يعني. زين وفضل من الله سبحانه وتعالى أنا من حاليا من الباحة بالطوارئ. استقبال الطوارئ هم حلو كان الباحة يعني معي قاموا وياي الكادر العراقي مال العتبة وطبيب سوري تلقب زين جاوبوا وياي زين ووجهنا التوجيه الصحيح. زين وبقت يم الله سبحانه وتعالى. زين ونحمد الله ونشكره على كل حال. جينا من الناصرية من ذي قار ونعم الله عليهم بلكت الله شوف هالدكتور هنا زين يطيح على العلة والشكر لله والعتبة الحسينية. شنو تحبين تقولي للعتبة الحسينية على الطاقة هاي المبادرة؟ والله ونعم منهم ألف نعم ألف نعم الشكر منهم على هاي الطاقة وعلى هاي المرضى يساعدونها ونعم منهم ونعم الله عليهم الشكر عليهم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نشكر العتبة الحسينية ونشكر مستشفى زين العابدين على فتح هذه يعني للناس لمعالجة الناس. وأنا من كربلاء قضاء الهندية جاي أراجع على مود الغدة النخامية لقلعها من يعني من الدمار. التعامل والله التعامل الكوادر الطبية كل زين ويعني أطباءنا خوش أطباء من الجمهورية العربية السورية ومن جمهورية لبنان ومن دول الخارج ومن من العراق تعاونهم طيب وتعاونهم ناس يعني مثقفين وعلم عندهم كلش قوي وما عندهم شيء غلط أبد. شلون شفت هاي المبادرة حكي؟ المبادرة كل زينة ومحترمة وأحسن مبادرة هاي يعني بالعراق. I'm going to go to the next one.